كهرباء في الواقعة اللي حصلت مع موسيماني. طب الواقعة ايه اللي حصل فيها؟ في كذا يعني رواية اللي هقوله لكم، لان اللي الناس بتتكلم كتير جدا ان هو حصل مشادة ما بين موسيماني وما بين كهرباء. شكل المشادة ايه؟ هي القصة ان بعد ماتش الجيش هو قالب وشه مش مبسوط، موسيماني بيصافح اللعيبة. موسيماني على فكرة من المدربين اللي بيحبوا يتكلموا كتير مع اللعيبة، يعني بعد الماتش مثلا الماتش اللي اتعادل فيه البنك الاهلي، الاهلي مع البنك الاهلي، قعد يتكلم معاهم بعد الماتش، وكان ماتش تعادل، اتكلم معاهم يجي ساعه الا ربع في استاد حرس الحدود علشان خاطر التعادل. فهو بيتكلم بيصافح اللعيبه، جه عند كهربا، جه يسلم عليه، قال له جو جو. ده بناء على روايه البعض جوه النادي الاهلي، ان هو قال له يعني ايه مش عايز اسلم عليك، انت مش بتلعبني وانت مش مديني حقي وكلام من ده يعني، وكان قالب وشه عليه. معروف انا قلت لكم الكلام ده وانا شايفه نازل بعد المباراة. لم أكن أتوقع أن يكون هناك مشادة بهذا الشكل بينه وبين موسيماني. وطبعا النادي الأهلي لما لقى الوضع كده، وأن موسيماني صعد الأمر للكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن سيد عبد الحفيظ بدوره صعد الأمر لإدارة النادي الأهلي، كان القرار بإيقاف كهربا لمدة شهر. شهر في الوقت اللي شهر العسل لسه المفترض أن النادي الأهلي عايشه مع كهربا. السؤال اللي بيفرض نفسه، السؤال اللي بيفرض نفسه، هل كان النادي الأهلي، هل كان النادي الأهلي موفق في تجربة التعاقد مع كهربا؟ ده السؤال اللي أنا بطرحه لكل جماهير في الجول اللي بتتفرج عليا دلوقتي. هل كان النادي الأهلي موفق في أنه يتعاقد مع لاعب بيثير المشاكل يوم بعد التاني؟ قصة بقى الفقاعة، قصة الخناقة، قصة الخناقة اللي كانت في ماتش السوبر. واحد بيقول لك ده من اهم اسباب فوز الزمالك في ماتش السوبر كان كهربا، لان النادي الاهلي كان اقرب الى تحقيق الفوز في المباراه ديت. لعيبه الزمالك يعني استفزت او اتحفزت اكتر بعد الواقعه بتاعت طارق حامد وقتها، والدنيا ولعت في الملعب، والملعب فعلا اتكهرب، وكانت الاجواء متوتره جدا بعد نهايه المباراه. وتعالوا نفتكر مع بعض مين اللي كعب عبد الله جمعه وهو راجع، وبدأت الخناقة الشهيرة جدا اللي كانت مثار استياء كل الناس في مصر وفي الخليج العربي وقتها وفي الوطن العربي كله ما بين الكبيرين. مين اللي شعلل الدنيا هناك في أبو ظبي في الإمارات هناك؟ مين؟ فاكرين ولا ناسيين؟ والنهاردة اللي بيحصل في النادي الأهلي وقصص السهر والفيديوهات اللي اتسربت واختفت تماما من على السوشيال ميديا، الفيديوهات دي كانت موجودة وهو بيلعب في النادي الأهلي. هل إدارة النادي الأهلي ترضى بمثل هذه السلوكيات جوه النادي الأهلي؟ هل الكلام ده لو كان جوه نادي الزمالك كانت الدنيا مشيت برضه لطيفة وجميلة ومفيش أي مشكلة؟ أنا بقول لكم لأ، لأن الأهلي يبقى كبير بكهرباء ومن غير كهرباء. ونادي الزمالك لما كهرباء مشي منه، لما كهرباء مشي منه محدش افتكره بسبب أن هناك إبداع لواحد اسمه أشرف بن شرقي. نسى الدنيا كلها مع كامل الاحترام لامكانيات ابن مصر، يعني هو ابن لاعب المنتخب المصري كهربا، نسانا امكانيات كهربا، نسانا ابداعات كهربا مع نادي الزمالك اللي ما كانتش كتيره، لان هو كانت قصصه كتير وكان واضح ان هو عايز ينتقل الى النادي الاهلي. حتى بعد ما الزمالك عمل معاه اللي بيقولوا كده عليه بالبلد الصح، وخلاه يطلع على السعودية وسافر وكسب فلوس ودولارات وربنا يزيده ويبارك له، ولكن في نهاية الأمر كان رد الجميل لنادي الزمالك إن هو انتقل إلى النادي الأهلي عبر هذه البوابة. هختم قصة كهربا بواقعة ما ينفعش إنها كانت تعدي ولا تمر مرور الكرام على إدارة النادي الأهلي، حتى لو كانت تكايد إدارة نادي الزمالك وقتها وتاخد كهربا. فاكرين في كأس العالم كيف رد كهربا على كوبر؟ فاكرين المشهد؟ بيقول للمدير الفني ما هو مش طايقه وخلاص كده كده، قال لك ده كوبر ماشي بعد الكاس العالم.